السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي ألذ وأسهل مع أمل. النهاردة هنعمل البانيه، بانيه الشركات من غير أي لحوم، لا فراخ ولا بيض، وتنفع لسندوتشات المدرسة وتنفع على سفرة رمضان كل سنة وانتم طيبين. يعني وصفة لذيذة وسهلة واقتصادية جدا جدا، ومكونات بسيطة موجودة كلها في بيوتنا. نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. وهنا عندنا بطاطس متقشرة مغسولة كويس، وهنبتدي نقطعها زي ما انتوا شايفين، ونضيف عليها المية وشوية ملح. وعلشان ما اطولش عليكم هنضيف دلوقتي المية وشوية الملح، وهسلقها واصفيها كويس جدا، مش عايزين فيها اي سوائل، وهرجع لكم. وهنا سلقنا البطاطس بتاعتنا وصفيناها كويس، هنضيف لها البهارات. عندي توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، ومرقة، وده اختياري بس هتخلي طعم البطاطس حلو قوي بالشكل ده. وبعدين هنضيف في الوصفة الأساسية البصل، البصلة المبشورة. البصلة المبشورة هتعزز طعم البطاطس جدا وهتديها طعم البانيه. وضفت عليها رشة فلفل اسود وهرستها كويس. وهنا ضفت معلقتين كبار من الفيجيتار، لو عندك كيس فيجيتار من السوبر ماركت ممكن تضيفيه. وهنضيف البيضة ورشة فلفل الاسود وحاول ادمجهم مع بعض. البيضة دي هتعملي على تماسك الخليط بتاعنا او البطاطس بتاعتنا علشان ما تفكش. لو البطاطس بتاعتك لقيتيها طرية شوية مش مشكلة، تضيفي لها معلقتين بقسماط. وهنا نسيت البابريكا ضفتها. وعندي حتتين لانشون قطعتهم وحطيتهم كده من فوق وهقلبهم، بس دي خطوة اختيارية، موجود عندك تمام، مش موجود مش مشكلة، بس انا لقيتهم عندي حطيتهم، عطوا طعم حلو قوي قوي للبطاطس. وحاول كده ادمجهم في بعض. وهنا عندي صينية وعندي عليها كيس تلاجة عادي جدا، فتحته ودهنته زيت علشان هحط عليه البني بتاعي علشان ما يلزقش. وبحاول خدت كده كورة وبحاول اشكلها على شكل بنيه الشركات الشكل ده. عملت واحدة، هعمل معاكم كمان واحدة. حاولت اقربها لكم شوية. واي شكل، يعني اي شكل، ما تغلبيش نفسك، اي شكل تعرفي تشكليه شكلي كده. خلصت كل كمية، عملت الكمية دي وعملت كمية تانية هوريها لكم دلوقتي. وكمان عملت شوية برجر فراخ برضو من البطاطس بتاعتنا، وحطيتها هنا في العلبة بتاعتي دي. وحطيت ما بين كل طبقة وطبقة حطيت كيس علشان ما يلزقش، وهحطه في الفريزر. انا استعملت عندي البانيه بس ما استعملتش البرجر ده، انا شلته في الفريزر بصراحة. وهنا هشيله في الفريزر لحد ما يتماسك. وهنا هجهز الخلطة بتاعتي، هجيب كوباية دقيق عليها نفس البهارات، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، بابريكا، ومكعب المرق، وده اختياري بس هيدي طعم حلو للبانيه. وهقلبهم كويس وانزل عليهم المية بالتدريج. بنزل بشوية علشان اوصل القوام اللي انا عايزاه. انا عايزة قوام اللي هو اخف من قوام الكيك بشوية. وعندي هنا بقسماط، على فكرة البقسماط دي انا عاملاها في البيت مش بشتري بقسماط. وهنا البانيه بتاعي بعد ما مر عليه تقريبا 4 ساعات في الفريزر، وممكن تبيتيه ليلة كاملة. انا بعد 4 ساعات طلعته، بص متماسك ازاي، دي كل الكمية بتاعتي. وحبيت اوريكو البرجر اللي انا عملته، اللي انا شكلته على شكل برجر، متماسك وجميل ازاي. ده انا شلته في الفريزر واستعملت باقي الكمية، حطيت الكمية كلها على بعض في الصينية، ومسكت كده بالواحدة واقلبها في الخليط بتاعي. وبعدين هحطه على البقسماط. البقسماط انا مش بتبلاها علشان متبله الخلطه بتاعتي، وبتبل البطاطس بتاعتي، احاول اتبله كويس جدا بالبقسماط واضغط عليه بالشكل ده علشان يتماسك مع العجينه بتاعتي
واحطه. ممكن تستعمليه على طول وممكن تحطيه في الفريزر نص ساعه بس علشان يتماسك، اللي يريحك. لو عايزه تستخدميه على طول تمام، لو مش هتستخدميه على طول ممكن تفرزيه وتحطيه على طول في الفريزر وتسيبيه وقت ما تحتاجيه تطلعيه، وممكن تحطيه نص ساعه بس وبعد كده تستخدميه، اللي يريحك. وعندي زيت سخن على النار وهنضيف البانيه بتاعنا، شايفين الجمال؟ وصفة هيحبوها أولادك جدا. لو لسه ما اشتركتش في قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يعني وصفة سهلة وموفرة وهيحبوها أولادك، وتنفع كمان على سفرة رمضان إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. وكده خلاص خلصت كل الكمية، شكلها تحفة وطعمها ألذ وتحفة، طرية من جوة ومقرمشة من برة، وحاجات كلها موجودة في بيوتنا، بطاطس وتوابل والبقسماط برضو احنا عاملينه في البيت، ما اشتريناش حاجة من برة. يعني وصفة هتعجب أولادك وهيطلبوها منك على طول. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. والفيديو بتاعنا خلص، بس وصفتنا مش بتخلص. تحياتي من قناتي ألذ وأسهل مع أمل، وياريت تتابعوني على صفحاتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.